بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أيكما وأعربت ما لم توضف وصدر وصلها ضمير ينحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبو أن يقتزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفضا كان تقاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت وبرصر. أي كما أي كما مثل ما ما عرفنا حكمها موصول مشترك. تقول أعجبني ما اشتريتها ساعة، أعجبني ما اشتريته قلم، أعجبني ما اشتريتهما مثنى، أعجبني ما اشتريتهن جمع ما لا يعقل، واضح؟ قال هي كذلك. تقول يعجبني أيهم قائم، يعجبني أيهم قائمان، أيهم قائمون، فأي أي موصول مشترك، لكن تخالف الموصولات أنها معربة بالأكثر. لماذا أعربت؟ قالوا شبهها بالحرف وهو الافتقار المتأصل إلى جملة، شبهها بالحرف عارضه شبهها بالاسم وهو الإضافة، الحرف لا يضاف فلما أضيفت أعربت، لكن بشرط أن لا تضاف، لا تكون مضافة مع حذف صدر صلتها، فإن تحقق فيها هذا الشرطان بنيت. كقوله تعالى في الأسرار الرجيم: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أظهر تحقق الشرطان فيها، أيهم أضيفت وأشد حذف صدر الصلة، أيهم هو أشد. قال الشاعر: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، أيهم هو أفضل، واضح؟ فإن انعدم الشرطان أعربت، انعدم الشرطان لم تضف ولم يحذف. تقول رأيت أيا هو قائم، انعدم الشرطان لم تضف ولم يحذف، أو عدم الأول وحده، أو عدم الأول وحده لم تضف وحذف. تقول رأيت أيا قائم، رأيت أيا قائم، انتفى الشرط الأول لم تضف ولكن حذف، أو انتفى الثاني. تقول رأيت أيهم هو قائم أضيفت ولم يحذف. إذن لا أربع حالات مبنية في واحدة منها، إذا تحقق في هذا الشرطان أن تكون مضافة وحذف صدر صلتها، واضحة؟ أنا قولي أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا، بعض العرب وبعض النحات أعرب أي مطلقا، حتى لو تحقق فيها الشرطان، حتى لو أضيفت وحذف صدر صلتها. وقرئ شذوذا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد بالنصب. وروي البيت إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، انتهى؟ أنا قولي وبعضهم أعرب مطلقا. بدأ في فصل آخر وهو حذف العائد، قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يختفي. نقول كمقدمة أثقل الاسم في اللغة العربية، أثقل اسم في اللغة العربية اسم موصول، لأن اسم موصول وصل وعائد. تقول جاء الذي أبوه عاقل، تستطيع أن تحل محل هذه الألفاظ كلمة واحدة، جاء زيد، جاء الذي أبوه عاقل، ثلاث أشياء: الاسم الموصول والصلة والعائد والمدلول واحد، واضح؟ لا، فبعض العرب حذف الصلة بكاملها. قال حسان رضي الله عنه: فمن يهجر رسول الله منكم صلى الله عليه وسلم ويمدحه، والتقدير ومن يمدحه، الذي يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ليس هو الذي يمدحه، واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. حذف الموصول بالتقدير والله أعلم بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم، واضح؟ وربما حذف الصلة وهو قليل. قال الشاعر: نحن الأولى فاجمع جموعك، أهل الأولى عرفوا بالشجاعة والحرب، حذف الصلة، واضح؟ وقد يحذفون العائد وهو الكثير وله قواعد. بدأ بالعائد المرفوع، قال يحذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. هذا أقول وفي ذا الحذف، عرف الحذف، حذف ماذا؟ حذف الضمير المبتدأ العائد، كقول ثم ننزعن من كل شيء أيهم أشد، أيهم هو أشد. وفي ذا الحذف حذف العائد المرفوع مبتدأ مخبرا عنه بمفرد غير أي من الموصولات يقتفي أيه، يحذف معه العائد. قال الشاعر، قال العرب في أمثلتهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئا أو سوءا، ما أنا بالذي أي هو قائل لك، وهو الذي في السماء إله، وهو الذي هو في السماء إله، حذف العائد المرفوع. فإن كان العائد المرفوع غير مبتدأ لا يحذف. تقول جاء اللذان أكرما، العائد مرفوع
الأليف مرفوع محل رفع ولكنه ليس مبتدا نائب فاعل. جاءت اللاتي سافرنا، العائد النون محله رفع لكنه فاعل لا يحذف، إذا لابد أن يكون مبتدا ولا بد أن يكون خبره مفردا. فإن كان غير مفرد وذلك أربعة: الجملة الاسمية والجملة الفعلية والظرف والجار والمجرور، هذه الصيغة التي تقع سبق أن قال لك وجملة أو شبه لا يوصل به. فإن كان غير مفرد بأن كان جملة أو شبه جملة لا يجوز حذف العائد، واضح؟ وهو قوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف مكمله. فتقول جاء الذي هو أبوه عاقل، اللغة العربية بهذا الشكل قد تستنكرها لكن اللغة العربية جاء الذي هو أبوه عاقل لا يجوز حذفه، لأن الباقي بعد حذفه الباقي فيه ضمير يعود على الموصول فلا يبقى ما يدل على المحذوف فلا يجوز حذفه، واضح؟ بخلاف لو قلت ما أنا بالذي قائل لك سوى، معروف أنه فيه عائد محذوف لأن قائل لا تصح تكون صلة لأن صلة تكون لا جملة وقائل ليس جملة، واضح؟ وتقول جاء الذي هو يقرأ القرآن لا يجوز حذفه، لأن قولك يقرأ فيها ضمير يعود على الموصول لا يبقى ما يدل على هو التي حذفتها لا يجوز حذفها، واضح؟ شيخ قائل ليس فيها ضمير يعني هو قائل، هو قائل ليس فيها ضمير أبدا، ليس فيها ضمير، ليس فيها ضمير. قائل كلمة قائل مفرد من قبيل المفردات والمفرد لا يقع صلة، معروف أن هناك شيئا محذوفا. كذلك جاء الذي هو أمام الدار، أمام الدار متعلقة باستقر واستقر فيها ضمير يقوم مقام هو التي حذفتها لا يبقى ما يدل على يجوز حذفها، واضح؟ كذلك جاء الذي هو في الدار لا تحذف هو لأن في الدار متعلقة باستقر واستقر فيها ضمير يحل محله، هذا معنى قوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف مكمل، كيف يصلح بين كان جملة وشبه جملة، واضح؟ هذا معنى قوله وفي ذا الحذف أي غير أي إن استطاع الوصل، لا بد أن تكون الصلة طويلة، مثل مثل ما أنا بالذي قائل لك شيئا، قائل لك شيئا صلة طويلة، بخلاف ما لو كانت الصلة قصيرة جاء الذي قارئ الصلة قصيرة الحذف قليل وضعيف تقول جاء الذي هو قارئ، واضح؟ وشذ حذف الحذف فيها وهو قوله وفي الحذف نزر، قال من يعنى بالمجد لا ينطق بما سفه، الصلة غاية في القصر كلمة سفه ومع ذلك حذف العائد التقدير هو سفه، واضح؟ في غير أي بارك الله فيك. الثاني يقول في القرآن الكريم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، الصلة غاية في القصر أحسن وحذف العائد التقدير هو أحسن، واضح؟ أما أي لم يشترط معها طول الصلة لأنها مستثقلة باشتراط الإضافة فاستغنوا عن اشتراط طول الصلة، واضح؟ أي دائما مضافة المصلة لا تضاف مطلقا، هذا من قوله وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل، كل هذا موضوعه حذف العائد المرفوع. وباختصار يحذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. ثم قال رحمه الله في أي وفي غيرها، لكن يشترط مع غير أي طول الصلة ومع أي لا يشترط، واضح؟ قال رحمه الله والحذف عندهم، ندخل الآن في العائد المنصوب، العائد ضمير والضمير اسم كسائر الأسماء يقع مرفوعا يقع منصوبا يقع مجرورا، أي مرفوع المحلي ومنصوب المحلي ومجرور المحلي، أما الضمير لا يصف برفع لأنه من البريات، واضح؟ قال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد المتصل من انتصب بفعل، يحذف العائد إذا كان الناصب له فعلا تاما وكان متصلا به، واضح؟ تقول جاء الذي أكرمته أي أكرمته، واضح؟ فإن كان الناصب له فعلا ناقصا لا يحذفه. تقول جاء الذي كانه زيد أي كان زيد مثله لا يحذف منصوب لكن ناصبه فعل ناقص، واضح؟ كذلك إذا كان غير متصل تقول جاء الذي إياه أكرمته لا يجوز حذف إياه لأنه عائد منفصل، واضح؟ كذلك إذا كان الناصب له غير فعل نصر جاء الذي إنه عاقل منصوب المحل لكن نصبه غير فعل نصبه حرف، واضح؟ فأنا أقول والحذف عندهم كثير من جليف عائد متصل إن انتصب بفعل تام، واضح؟ يقول بعضهم تتبعت القرآن كله فلم أجد عائدا منصوبا بفعل قد ذكر كلها محذوفة إلا في ثلاث مواضع، ويقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال يتخبطه واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آتيناه، قال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى يأتينا، واضح؟
قال ثلاثة مواضع فقط من قوله وحذف عندهم كثير من جهة فعالية متأنصب فعل أو وصف وصف عامل مثل ما الله موليك فضل ما الله موليكه فإن كان الوصف غير عامل لا يجوز حذف العائد وشذ قول القائل ما المستفز الهوى محمود عاقبته ما المستفز هذا وصف في الحقيقة صيغة لل والعائد إذا كان الوصف صيغة لل لا يجوز معه حذف العائد لأنه الدليل على اسمية ال ما المستفز هو الهاء تدل على أن ال اسم واضح؟ هذا ما قوله وفي عائد متصل ينصب بفعل أو وصف عامل أي وصف؟ اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل تقول زيد أنا ضاربه أمسي هذا وصف غير عامل يدل على المضي واضح؟ لا يحذف العائد معه هذا ما قوله وأبو أن يختزل وحذف بعائد متصل ينصب بفعل أو وصف عامل غير صيغة لل غير صيغة لل بين الوصف كما نرجو يهب نرجوه يهب هذا الذي بعث الله رسولا بعثه ذرني ومن خلقته وحيدا خلقته انتهينا من العائد المنصوب ندخل الى العائد المجرور قال كذاك حذف ما بوصف خفض كذاك يحذف العائد اذا كان الجار له وصفا عاملا كقول الله عز وجل فاقض ما انت قاض التقدير قاضيه وصف عامل فإن كان الجار له غير وصف لا يحذف جاء الذي غلامه عاقل العائد مجرور بالإضافة لكن جاره ليس وصفا ليس وصفا كذلك إذا كان الوصف غير عامل مثل جاء الذي أنا مكرمه أمس وصف غير عامل دل على المضي كذلك الجر لماذا ما يحمل الدال على المضي؟ لما سمعك لماذا الله يحسن إليك ما يحمل الدال على المضي؟ قال لي انا مكرمه امسي لماذا ما يعمل؟ لا يعمل لأن اسم الفاعل يعمل بحق شبهه بالفعل المضارع وانت لا تستطيع ان تقول انا اضرب زيدا امسي اسم الفاعل يعمل بحق شبهه بالمضارع والمضارع يدل على الحاله والاستقبال كل الاوصاف هذه اسم الفاعل اسم مفعول نعم والصيغه المبالغه سياتي ان شاء الله في الالفيه كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل إذا كان دال على المضي لا يعمل خلافا للكسائي الكسائي يقول يعمل واستدل بقول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد قال هذا زمن ماضي أصحاب الكلب رد عليه بأن الموضوع حمل على الحكاية حكاية حال بدليل قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين نفس القصة ولم يقل وقلبناهم قال كذا الذي جر بالمولود من وصول جر كذاك يحذف العائد إذا جره حرف جر نفس جر الموصول نفسه واتحد الحرفان معنى ومتعلقا نحو مررت بالذي مررت به فتقول مررت بالذي مررت به مجرور بالباء والباء نفسها جرت الموصول والمتعلق واحد مررت ومررت فإن اختلف حرف الجر لا يجوز حذفه نحو رغبت في الذي رغبت عنه رغبت اختلف الجار واختلف المتعلق وتقول أحسنت إلى الذي ذهبت إليه حرف الجر واحد لكن المتعلق مختلف وكذلك إذا اتحد حرف الجر والمتعلق ولكن اختلف المعنى نحو وقفت على الذي وقفت عليه وقفت على قدمي ووقفت عليه جعلت له وقفا اختلف المتعلق له واحد لكن المعنى مختلف نقول كذا الذي جرى من وصف الأجر كمر بالذي مررت هذه الشروط مستفادة من المثال لأن الشروط متوفرة فيه واضحة؟ لم يذكرها لكن مثال ابن مالك جزء من قاعدته واضحة؟ كذا الذي جرى من وصف الأجر كمر بالذي مررت اختلف المعنى العامل ولا معنى الحرف؟ لم أسمعك في المعنى معنى العامل ومعنى الحرف معنى العامل معنى العامل وقفت على الذي وقفت عليه وقفت من الوقوف ووقفت الأخرى من الوقف